السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين المشاهدين. اليوم إن شاء الله بغيت نطرح عليكم دوازاتاي اللي كيجي ساهل إن شاء الله. كنتمنى تعجبكم هاد دوازاتاي اللي غنحضر لكم بالمكونات ساهلين عندكم في الدار، كتجي واحد المنظر زوين وزوينة وواحد المكون إن شاء الله يعجبكم اللي حضرت اللي درت فيه وانتم كتجي ما شاء الله. دابا خواتاتي دوزوا معايا المقادير والطريقه التحضير ان شاء الله. خواتاتي دابا ان شاء الله غندوزوا للطريقه والمقادير. غنذكر معكم غنخدموا نذكر معكم المقادير ان شاء الله. اخواتاتي عندي هنايا ثلاثه البيضات اللي غنحتاج في هذا الكاطو. عندي هنا ثلاثه البيضات اللي مغسولين، انا البيض ديالي ديما كنغسلو. إذا كان صغير البيض ديروا حتى أربعة، أنا عندي شوية كبار هادو. غنحتاج معاهم كاس ديال السكر العنبة، غنحركهم مزيان. خلطنا هاد البيض والسكر. الحلوة ساهلة، كلشي يقدر إن شاء الله يديرها، فيها المكونات ساهلين. بغيت نشاركها معاكم، هكذا كنذوبو هاد السكر مزيان. البيض يكون حرارة المطبخ. ندير كاس ديال الزيت، كاس العنبة ديال الزيت، غنخلط. درت تقبيسة الملحة خواتاتي، ما تقلتهاش معاكم، راه درت تقبيسة الملحة. دايما الحلوة ديالنا نديرو فيها تقبيسة الملحة. بعد ما خلطنا مزيان، عندي هنا كاس ونص نتاع الكوك اللي حمرتو وطحنتو. هاهما نتوما كيجي ماشي مطحون بزاف، مي كيجي بحال السميده، كيجي بحال السميده هاد الحرشه. بعد ما حمرتو الكوك، بعد ما حمرتو شويه، ما وريت لكمش التحمار، مي قلت نقولها لكم. عندي هنا كاس ونص د العنبه حمرتو، غنخلط. كيجي واحد كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الحلوه هادي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، يكون فيه واحد المذاق زوين، كيجي محمر كيجي زوين. انا عزيز عليا يكون محمر، ملي كنلقاه في الكاطو هكا كيعجبنيش، كنبغي نطحنو باش ما يبانش. حتى الدراري كاين اللي ما كيبغيوش ملي كيكون مطحون، ملي كيكون مطحون كيعجبهم، كيعطي واحد المذاق رائع. كيتحمرو يتطحن كيجي زوين. الطحين اخواتاتي غنقول لكم على حسب الخليط. غنزيد نعبر لكم الطحين بعد ما غربلتو، غنقول لكم شحال من كيسان غندير لكم بالكاس. الكاس الاول بعد ما غربلنا الطحين ديالنا، غنعبر لكم بالكيسان باش تعرفوا. درت جوج كيسان هنا. غندير الساشي تاع الخميره تاع 11 غرام، كنخلطو حتى نشوفو القوام اللي بغينا. ما تجي قاسحه، ما تجي غنزيد الكاس الثالث. الكاس الرابع، وغنحيد فوي ونقول لكم شحال غتهز ليا. دابا غنكمل بيدي العجينة. سهلة هاد الحلوة،
باش ما تعجزوش ملي كتلقاو المقادير بزاف كتجيكم كيعجزوا عليها شويه. ملي كنبغي نحضر لكم غير شي حاجه اللي كلشي يقدر يديرها باش ما كتجي ما تعجزوش عليها. هاد الحلوه نحضرها بالمرشم، غنزيد شويه الدقيق كتبان ليا مازال جاريه، غنزيد كاس بالتدريج. باش ما تغلطوش ديروا تجيكم قاصحه، ديروا الطحين بالتدريج. صديقة على فارينة، كاينه اللي كتشرب كاينه ما كتشربش، انتما كتجي تجي هكا مرخوفه شويه. انتما كدرت ربع د الكيسان ونص اللي هزات ليا هنا. دابا خواتاتي غنغسل يدي ونرجع معاكم. من بعد خواتاتي ما جمعت العجينه ديال الكاطو ديالي، انتما كتجي طريه. ما ذكرتش معكم هنا لافاني، لافاني غنديرو مع السكر، عندي كاس ديال السكر هنا، وانتم على حسب الكاطو اللي عندكم. غنخلط هاد لافاني مع السكر، كاس السكر هنا، وإلا عندكم داك السكر غليظ حسن كيبان زوين في الكاطو. أنا درت غير هاد، عندي غير هاد الرقيق. كتخلطو مزيان هاد السكر هنايا مع السكر باني، هنا السكر باني ما درتوش في الكاطو، غيجي هنا. كنهز شويه ديال العجينه، نتوما على حسب الكبر اللي بغيتو، كبار ولا صغار. كنفندهم هنا، كديرو هاد الاخر هاد السكر اللي درت. كنجيب المرشم ديالي وتاتي من بعد ما وجدت غريبه اللي حضرت معكم بالمرشم، هانتوما كي كتجي كنتمنى ان شاء الله تحضروها وتصدق لكم بحال هادي، راه كتجي زوينه الصراحه، كتجي المنظر زوين. ودواز اتاي باش تشربوا قهوه ولا اتاي ولا باش ما بغيتو، راه كتجي رائعه. ولوليداتكم الحاجه اللي ديال الدار ماشي هي الحاجه ديال السوق، ماشي هي الحاجه اللي كتجيبو من المكازا اللي كتوجدو في ديوركم، كتعرفو شنو كتاكلو كتعرفو شنو كتوجدو. هانتوما خواتاتي كتجي واحد المنظر رائع فيها، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتحضروها وتخليونا التعاليق ديالكم. اللي ما شاركش في القناه يشارك وديرولنا البارطاج وعاونونا ان شاء الله. كنتمنى كتعجبكم هاد الكاطو اللي حضرت ليكم، راه كتجي رائعه الصراحه، وجربوها راه كتجي زوينه. وشكرا لكم على المتابعة، إلى الوصفة المقبلة إن شاء الله.